كريم، مساء الخير عليك وحمد لله على السلامة. نطمن بداية منك على رحلة النادي الأهلي. كنت لسه بقول إنها يمكن تكون نوعا ما رحلة صعبة، والتمرين اللي أجراه الفريق النهاردة صباحا. مساء الخير عليك طبعا زميلي العزيز احمد، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. بالتاكيد طبعا اكد على كلامك، رحله اكيد شاقه، ويمكن كل مره اقول هذا الامر رغم وجود طائره خاصه. الامر كان هيكون صعب جدا على فريق النادي الاهلي، لكن الوعي الكبير اللي بيقوم بيه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، المناخ الطيب اللي بتوفر لقطاع كره القدم بالكامل، امر مهم جدا بيساعد الفريق على حصد البطولات، وهو ده الهدف والامر اللي بيسعد كل جمهور النادي الاهلي. بالتاكيد طبعا زي ما انت ذكرت زميلي احمد، رحله يمكن استغرقت عدد كبير من الساعات، نقدر نقول تدريبين مع بعض بالنسبه للفريق للنادي الاهلي. يعني النادي الاهلي لو كان اتدرب تدريب كان هيبقى الحمل اقل من كده شويه، لكن النهارده كمان كان التدريب الاول لفريق النادي الاهلي على ملعب المدينه الرياضيه بجامعه بريتوريا، يعني ملعب جيد جدا. هو مدينة الرياضية زي المركز الأولمبي عندنا، طبعا في عدد كبير من الملاعب أرضية مميزة جدا، لكن النهاردة أقدر أقول لك إن الجرعة التدريبية ما كانتش قوية. احنا أنت عارف طبعا المجهود الكبير اللي كان من رحلة الطيران وعدم كمان نوم اللاعبين، يعني في عدد كبير جدا من اللعيبة لسه ما نامتش لحد دلوقتي، لأن احنا يمكن وصلنا على طول على فندق الإقامة. من فندق الإقامة اللعيبة فطرت مباشرة على طول، ابتدت تجهز أمورها للتدريب، كانت محاضرة فنية سريعة ثم التوجه إلى ملعب المدينة الرياضية. فيمكن النهاردة كان لود كبير جدا على لعيبة النادي الأهلي، لكن النهاردة خلاص نقدر نقول اليوم عدى بتدريبه بكل ما فيه. منتظرين بقى بكره لعيبه النادي الاهلي تكون فايقه بشكل كبير جدا، ويكون تدريب قوي يستفيد منه النادي الاهلي بشكل كبير، وايضا كمان يقدر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي يطبق الجزء الخططي اللي بيحاول يطبقه مع لعيبه النادي الاهلي، نظري وعملي في التدريبات. النهارده كمان يمكن اقدر اقول لك التدريب 40 او 45 دقيقه، اقتصر التدريب على بعض الجرعات البدنيه وايضا كمان المربعات والعاب ترفيهيه لعيبه النادي الاهلي، لان زي ما بقول لك النهارده كان الحمل كبير شويه على اللاعبين من الاجهاد، لكن حاول يخرج الجهاز الفني اللاعبين كلهم من حاله الاجهاد ببعض الحاجات البسيطه. طبعا حضور الكابتن محمود الخطيب كرئيس للبعثه شاهد المران وتابع ورسائله المعتاده والمسانده والدعم، مش فقط الكابتن محمود الخطيب، لا مجلس الاداره بالكامل، جمهور النادي الاهلي بالكامل، بيتمثل في رئيس النادي الاهلي ما بيكون خلف فريق النادي الاهلي في المواجهات الصعبه، وجوده بيكون قليل جدا زميلي احمد، لكن انت عارف يعني القيمه الكبيره واسطوره كره القدم وتواجده مع فريق النادي الاهلي وكلماته البسيطه جدا ودعمه البسيط بيكون ليه مردود كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي في المباراه الحاسمه، وهي مباراه النادي الاهلي وسان داونز او ماميلودي سان داونز يوم السبت القادم ان شاء الله على ملعب لوكاس موريبي. كل الامور ماشيه حتى هذه اللحظه بشكل مطمئن، الاجراءات الاحترازيه امر مهم جدا بتطبق بكل حزم، سواء من فندق الاقامه اللي احنا متواجدين فيه، وايضا كمان النادي الاهلي باصطحابه كعادته طبعا احد العمال اللي بيكونوا متواجدين في كل شيء، كل كبيره وكل صغيره بيكون متواجد في تعقيم الامور، الغرف، الادوات بتاعه لعيبه النادي الاهلي، لان الامر شويه هنا يمكن الناس بتطمننا شويه على امر الكورونا، لكن الامر هنا مقلق شويه. فيا رب ان شاء الله باذن الله يحافظ على لعيبه النادي الاهلي مع مرور الايام باذن الله قبل يوم المسحه، ويوم المسحه ان شاء الله تكون المسحه سلبيه لفريق النادي الاهلي. عايز اتكلم معاك في جزء فني سريعا بالنسبه طبعا لبعض اللاعبين اللي مطمنين ان هم متواجدين معانا في القائمه، لكن مش هيكون ليهم دور كبير، وده اللي يمكن واضح النهارده من التدريب. علي معلول، ابدا معاك بعلي معلول، القيمه الكبيره، واحد من نجوم النادي الاهلي اللي بنقول له الحمد لله على السلامه، كنا منتظرين يكون متواجد معانا سواء هيشارك او مش هيشارك، لكن قيمته كبيره ومردوده كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي. النهارده خد جرعه تدريبيه بسيطه جدا، جري حوالين الملعب، لكن تاهيله مستمر، واصل لمراحل متقدمه جدا. النهارده شفنا علي معلول بيفتح سبرنتات، النهارده ده امر مهم جدا، فيمكن خلاص هو داخل في المرحله النهائيه، وغدا باذن الله زميلي احمد هيكون بيشارك في التدريب. هيكون التدريب تدريجي بالنسبه له، لكن خلاص هيبدا يخش في الكوره بشكل قوي جدا مع حمدي فتحي اللي بنقول له الحمد لله على السلامه. يا حمدي يعني غيابه كان طويل شويه عن فريق النادي الاهلي، لكن اثنين من العناصر المميزه جدا مع سعد سمير مع اكرم توفيق، كل اللعيبه اللي غابت عننا الفتره اللي فاتت ان شاء الله يكون ليها دور كبير مع لعيبه النادي الاهلي. ايضا معالي السفير احمد الفضلي طبعا ودوره الكبير والرساله المستمره مع فريق النادي الاهلي، واي بعثه بتكون متواجد هنا في جنوب افريقيا، راجل بيحاول طبعا ينسق بشكل عام مع الكابتن محمود الخطيب كل كبيره وصغيره. كابتننا طبعا الكابتن سمير عدلي عميد الدارين العالم، يعني يمكن كابتن سمير عدلي ده واحد من رموز النادي الاهلي في الاداره، كل كبيره وصغيره بيكون متواجد، كابتن ماهر عبد العزيز، كابتن وائل، كل الطاقم الاداري، الامور الصغيره دي زميلي احمد بتفرق بشكل كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي ومع الجهاز الفني. اما الامور والمناخ ده بيتوفر بشكل كبير جدا، خلاص بقى بيترك الامر للجهاز الفني واللاعبين، لكن ثقتنا كبيره جدا ان شاء الله زميلي احمد مع لعيبه النادي الاهلي، ويا رب يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل النادي الاهلي، ونقدر نحافظ على النتيجه اللي احنا كنا عليها في مباراه القاهره، ما يخشش فينا جون، نقدر نحذف ان شاء الله باذن الله ونتاهل من هنا باذن الله زميلي احمد. كريم خليني اسالك بس
بعد اول يوم ليكوا في جنوب افريقيا، الجو الاجواء عندكم عامله ازاي؟ يعني درجات الحراره، الرطوبه، لان انا عارف كمان انه سان داونز قرر ان المباراه تتلعب بدري الساعه 3 الظهر، فعايز اعرف الاجواء عندكم مناسبه للمباريات في التوقيت ده ولا اللعيبه ممكن تواجه صعوبه؟ والله انا عايز اقول لك ان بقى فال حلو جدا على لعيبه النادي الاهلي موضوع الساعه 3 ده في المباراه اللي خارج الارض، لان يمكن شفنا في فيتا كلاب يمكن النادي الاهلي كان حقق نتيجه كبيره جدا والجو كان رائع ومميز رغم الرطوبه اللي قابلتنا في اول يوم ودرجه الحراره الكبيره اللي قلنا هيكون ليها تاثير على لعيبه النادي الاهلي في موعد المباراه، ربنا كمان بيساعدنا في هذه المباراه ان شاء الله باذن الله يكون الجو رائع. انا عايز اقول لك زميلي احمد الجو بيصل هنا ليلا الى 7 و6 و5 درجات، ده امر يعني بيبقى غريب جدا ما بنتكلم عليه في افريقيا، لكن معروف على جنوب افريقيا في هذا التوقيت اللي البروده بتكون قويه جدا، البروده دي بتنعكس على اللاعبين بيكون جو كروي بشكل كبير، لعيب بيقدر ان هو يجري ويطلع كل الضغط اللي عنده، ده امر مهم جدا، كمان موعد المباراه الساعه 3، في شمس وفي يعني درجه حراره لكن مش درجه الحراره اللي هي نقدر نقول تقلق شويه، منتظرين يوم المباراه ده الامر المهم، احنا عارفين طبعا ان ممكن اي تقلبات بالنسبه للمناخ في افريقيا ده امر معروف لكن ممكن يكون بكره الجو مش مظبوط، بعد بكره مش مظبوط، لكن احنا بنتمنى يوم المباراه باذن الله كل المناخ وكل الظروف والجو العام بشكل عام يكون مع لعيبه النادي الاهلي، الجو مميز جدا بنتمنى ان هو يستمر على هذا الامر، حاله التركيز الكبيره اللي لعيبه النادي الاهلي تدريجيا مع يوم المباراه باذن الله ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي عليه دور كبير، انا عارف طبعا جمهور النادي الاهلي بيساند وبيدعم لكن المرحله دي مهمه جدا جدا مع لعيبه النادي الاهلي، الرسائل بتوصل، تويتات الجمهور بتوصل، كل الرسائل الصغيره اللي بيكتبها جمهور النادي الاهلي على هذه المباراه وعلى الدعم والمسانده بتوصل لعيبه النادي الاهلي، فيا رب ان شاء الله تكون الرغبه موجوده تكون الجديه موجوده وشخصيه النادي الاهلي بالقلب والروح والجديه ان شاء الله نقدر نحسب هذه المباراه الغايه في الصعوبه لفريق النادي الاهلي، لكن باذن الله ثقتنا كبيره في كل اللاعبين ونقدر نتخطى هذه المباراه الصعبه زميلي احمد. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم احمد من جنوب افريقيا، دي كانت اخبار بعثه فريق النادي الاهلي اللي وصلت النهارده بالسلامه لبريتوريا.